بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي اليوم في المحاضرة الثانية وهي القراءة الأولية وإعداد قائمة المراجع. نأتي أولاً للهدف من القراءة الأولية أو الاطلاع الأولي في المراجع عن الموضوع. لها ثلاث غايات أو الهدف منها أن هي تصل إلى ثلاث غايات. الغاية الأولى وهي تكوين فكرة عامة عن الموضوع والغاية الثانية وهي تحديد الكتب والمراجع والمقالات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع والغاية الثالثة وهي الاستعداد لوضع خطة البحث عندما ينتقل الباحث في البحث عن مراجعه في المكتبات عليه ان يعرف اولا طريقه التصنيف الكتب وما هي الفهارس المتبعه في هذه الكتب حتى يتسنى له الاطلاع على على الكتب والمراجع التي لها علاقه بالموضوع ويتم ذلك بخطوات، الخطوه الاولى وهي ان يبدا بالاطلاع في الموسوعات العامه. ثم في الموسوعات المتخصصة مثلا في في تخصص القانون، الموسوعات المتخصصة في القانون. وثم إلى يأتي إلى المراجع المتعلقة بالموضوع بصفة عامة. ثم أن النقطة الأخرى أن لا يعتمد على عنوان الكتاب، بل عليه الاطلاع على فهارس الكتب. ذات الموضوع القريب من موضوعه أو التي تتناول جزئية من موضوعه، فعلى الباحث الاطلاع على فهارس الكتب، لا يسجل بعنوان الكتاب أو عنوان الموسوعة، ليس هي أن يجد موضوعه معلقا عنوانا في كتاب، فبالتالي بذلك لا يكون م م يكون ذلك الموضوع مؤهل للبحث. اذا كان هو كتاب لكن عليه ان ان يطلع على فهارس الكتب او فهارس المراجع بصفه عامه النقطه التي تليها وهي ان يهتم اكثر بالاطلاع على ما تنشره الدوريات وخاصه الدوريات المتخصصه في مجال القانون باعتبار أن طالب القانون هو من يجري البحث القانوني عليه سواء كان في مرحلة إنهاء درجة العلمية الليسانس أو كان في الدراسات المتقدمة سواء كانت في الدراسات العليا الماجستير أو في الرسالات والدراسات الدقيقة في إطروحات الدكتوراه عليه حتى أن يطلع إلى الـ ما تنشره الدوريات لأنها تحتوي على مقال محدد أو موضوع محدد وأن, وأن يكون هذا الموضوع في جانب جديد لذلك يجب أن على الباحث الاطلاع وتسجيل ما يجده في الدوريات ويسجل معلومات هذه الدوريات وللقيام بهذا العمل لابد عليه ان يجد معه ان يجد معه طريقه حتى يسجل فيها كل مرجع يعتر عليه يحتوي على موضوعه او له علاقه بموضوعه فكيف يتم ذلك يتم ذلك باحدى طريقتين وللقيام بهذا العمل لابد عليه أن يجد معه، أن يجد معه طريقة حتى يسجلوا فيها كل مرجع يعتر عليه يحتوي على موضوعه أو له علاقة بموضوعه فكيف يتم ذلك؟ يتم ذلك بإحدى طريقتين: يتم فيها تسجيل المراجع التي اطلع عليها ووجد داخلها او في فهارسها ذات علاقه موضوع ذات علاقه ببحثه او ما يتعلق ببحثه. الطريقه الاولى وهي ما تعرف بطريقه البيانات او طريقه البطاقات. وفي هذه البطاقه تخصص يخصص الباحث كل بطاقه لمرجع واحد يسجل فيه بيانات مرجع واحد عثر عليه في مكتبة ما وهو مرتبط بموضوعه وهناك طريقة ثانية وهي الطريقة تسمى طريقة القائمة وهي عبارة عن تسلسل متتالي في ورقة كاملة أو عدة أوراق أن يتم فيها تسجيل المراجع او تدوين المراجع تدوينًا او ترتيبًا حسب اسماء المؤلفين حتى يسهل اليه في الرجوع الى هذا المرجع عند كتابته للبحث ويميز الطريقتين ان الطريقه الاولى وهي تحتاج الى كرت او بطاقه يسجل فيها ويرتبها ترتيبا ترتيبا متتاليا حسب حسب اسماء المؤلفين اما الطريقه الثانيه وهي طريقه القائمه فعند وجوده لمرجع جديد ويحتاج الى اضافته لقائمه المراجع يرجع الباحث لاعاده او يضطر الباحث لاعاده الكتابه من جديد سواء كان في في الصفحه حتى يتم نسق الاسماء وهي مت... حتى تكون اسماء باسماء المؤلفين متتاليه اما طريقه البطاقات فعليه ادخال البطاقه فقط هذا بالنسبه للرسائل أو الرسائل الجامعية والبحوث التي يقوم بها الطلبة في المراحل الأكاديمية فيما يتعلق سواء كانت درجة الليسانس أو أرسال جامعية فيما يتعلق بالماجستير وطروحات الدكتوراه فيتم ترتيب الأوراق حسب الحروف أما أن يأخذ الحرف الأول أو الحرفين أو ثلاثة أحرف حسب ترتيب المؤلفين أو التسلسلات التي التي اتبعها الباحث في تسجيل في تسجيل قائمة المراجع فهؤلاء الطريقتان يتم عندما يطلع الباحث على المراجع ويجد في فهرسه أو في متنه في متن المرجع جزئية تتعلق بموضوعه أو تناول بموضوعه عليه أن يسجل ذلك المرجع أو ذلك المرجع أو ذلك الكتاب أو تلك الدورية في قوائم في قوائم في قوائم في قوائم في قوائم, في قوائم, في قوائم نأتي الآن إلى طرق تدوين المراجع رغم أن البطاقات أو القوائم التي يتم فيها التسجيل هي تعتبر من الأعمال الابتدائية أو التحضيرية للبحث وحيث لا يتم تسجيلها في البحث في صورته النهائية إلا أن لها فائدة للباحث. تساعد الباحث في توفير الوقت والجهد في الرجوع إلى المراجع بسهولة ويسر، لذلك لها أهمية بالغة وفائدة عظيمة في إعدادها الإعداد الجيد، فماذا يتم تسجيل في هذه البطاقات أو هذه القوائم من معلومات عن هذا المراجع؟ أولاً: الكتب، ناتي إلى الكتب، كيف ماذا يسجل الباحث من معلومات عن الكتب، عن كتاب أو عدة كتب وجد فيها وجد فيها دالته التي تساعده في إعداد بحثه، يسجل أولا بالنسبة للكتب عدد من المعلومات التي تساعده في الرجوع إلى هذا المرجع عند كتابته للبحث. فالنقطة الأولى ماذا يسجل عن الكتب؟ أولا اسم المؤلف ويكون اسم المؤلف اللقب ثم الاسم وذلك حسب الترتيبات التي تتبعها المكاتب. عادة يتم تسجيل الكتب باسم باللقب أولا ثم الاسم المؤلف ثم النقطة الثانية في تسجيل الكتب عنوان الكتاب وأن يكون العنوان كاملا كما هو مسجل على غلاف الكتاب لا نسجل جزئية منه بل نسجل عنوان الكتاب كاملاً ثم نأتي بعده إلى مكان النشر، مكان النشر، وثم النقطة التي تليها نسجل اسم النشر أو ما يعرف بدار النشر، دار النشر هي التي تولت نشر هذا الكتاب، يتم تسجيلها، ويتم بعد ذلك تسجيل رقم الطبعة. هذا في حالة هناك تعدد من الكتاب له عدد من الطبعات نسجل رقم الطبعة سواء كانت الطبعة الأولى أو الطبعة الثانية أو الطبعة الثالثة إذا كان له عدة طبعات، ثم بعد ذلك نسجل تاريخ نشر هذا الكتاب ويفضل تسجيل تاريخ النشر بالسنة الميلادية. ثم عدد صفحات الكتاب، ثم النقطة الأخيرة في تسجيل رقم التصنيف حيث تتبع المكتبات إلى وضع أرقام تصنيف حتى يسهل المطلع أو القارئ في هذه المكتبة أن يطلب الكتاب برقم تصنيفه. لذلك على الباحث عند تسجيله أن يسجل رقم التصنيف بدقة متناهية حتى عندما حتى يتمكن عند عودته للمكتبة والاطلاع منه في المستقبل في إعداد البحث وتسجيل المعلومات منه وهي لابد من تسجيل رقم التصنيف في المكتبة هل نكتفي بتسجيل رقم التصنيف في المكتبة؟ لا يجب معها كتابة اسم المكتبة في حالة ان الباحث اطلع الى على اكثر من مكتبات حتى حتى يبقى حتى لا يبقى الباحث في حيرة هذه وجدت هذا المرجع في اي مكتبة هل هي في مكتبة جامعة افريقيا هل في مكتبة جامعة طرابلس هل في مكتبة اخرى للاطلاع فعلى على الباحث ان يسجل تصنيف المكتبة واسمها في اي هذه المكتبة. ثم ناتي هذا في حاله الكتب لو اخذنا مثلا مثال مثال على الكتب ناتي الى عندنا مرجع وهو للدكتور علي ضوي في منهجيه البحث القانوني كيف يسجل هذا البحث هذا الكتاب في قائمه المراجع وكانت طريقه القائمه او البطاقات حسب الباحث ما اتخذها يسجل اولا اسم المؤلف وهو اسمه الدكتور علي ضوي لذلك يسجل ضوي وهو اللقب ثم يسجل علي باعتباره الاسم ثم نسجل النقطه اللي, ب... اللي بعدها وهي اسم عنوان الكتاب فاسم عنوان الكتاب في هذه النقطه اللي هو منهجيه البحث القانوني. اسم الكتاب منهجيه البحث القانوني بعد ذلك ناتي الى مكان النشر مكان النشر وهو في مكان النشر هذا الكتاب في طرابلس وهو منشورات جامعه طرابلس ثم ناتي الى الطبعة اسم الناشر وهو جامعة طرابلس مكان النشر طرابلس و الطبعة مثالها اللي هي الطبعة الرابعة تاريخ الطبعة اللي هو الطبعة الرابعة كانت 2008 ثم نأتي إلى عدد صفحات عدد الصفحات وهي مئتان و82 صفحة. ثم ناتي إلى رقم التصنيف. إذا كانت هناك رقم تصنيف في مكتبة مثلا جامعة أفريقيا. نرجع إلى رقم التصنيف الذي يوجد على الكتاب. رقم التصنيف يحدد التصنيف به قسم الكتب القانونية ثم يأتي إلى تصنيف الكتب القانونية مثلا أربعة وتصنيف الكتاب في تصنيف الكتب اللي هو مئة وأحد عشر هذا مثال على تسجيل الكتب نأتي والآن والآن نأتي إلى عرض مزيد من الامتناء على تدوين الكتب في سواء كانت في مجموعه المراجع سواء كانت في بطاقات او قائمه مراجع حسب الطريقه التي استخدمها الباحث حتى يجمع بها بياناته او يجمع بها البيانات حول مجموعة المراجع التي وجد داخلها ما يبحث عنه او له علاقة بموضوع بحثه، ناتي إلى المثال الأول، فالمثال الأول وهو مثال على نوع المراجع وهي نوع الكتب كيف يتم تدوين المعلومات التي يحتاجها الباحث الى تسجيلها ما نشاهده باللون الاحمر هو عباره عن العناوين الرئيسيه للتسجيل ثم ناتي الى اللون الاخر فهو عباره عن ما موجود على الكتاب نفسه ناتي اولا في المثال الاول اول نقطه فيه وهي اسم المؤلف <applause> اسم المؤلف ناتي الى اسم المؤلف وهو مامون سلامه اسم الكتاب عندنا كتاب أه، وجد هذا الباحث له علاقه بموضوع بحثه أه، مثلا وهو فيما يتعلق بالقانون الجنائي مثال أه، فوجد هذا الكتاب ووجد ما ما يبحث عنه او جزئيه من بحثه في هذا الكتاب ناتي اولا الى اسم المؤلف وهو مامون سلامه اول نقطه نسجلها اول اول بند نسجله هو اسم المؤلف اسم المؤلف وجدنا اسم المؤلف في هذا المثال اللي هو مامون سلامه يعني اسم الشخص أو إذا كان في حالة تعدد المؤلفين نذكر اسم المؤلفين نذكر أسماء المؤلفين حسب ما مذكورين على على غلاف الكتاب نأتي إلى عنوان الكتاب النقطة التي تليها وهي عنوان الكتاب بعد ما كتبنا اسم المؤلف نأتي إلى عنوان الكتاب عنوان الكتاب يعني الموضوع الكتاب الموضوع الرئيسي للكتاب اسم الكتاب هذا يسمى عنوان الكتاب وهو في في مثالنا هذا الاجراءات الجنائيه في التشريع الليبي عنوان الكتاب الاجراءات الجنائيه في التشريع الليبي كتبنا اسم المؤلف ثم اتينا للخطوه التي تليها وهي عنوان الكتاب وهي الاجراءات في هذا الكتاب شن عنوانه الاجراءات الجنائيه في التشريع الليبي ناتي الى النقطه التي تليها مكان النشر مكان النشر اين تم نشر هذا الكتاب آه. هذا الكتاب تم نشره في مدينه بنغازي الليبيه طبعا اذا كان الكتاب غير منشور في 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 ليبيا علينا ان نذكر حتى البلد اسم المدينه واسم البلد لكن لما يكون المرجع منشور في ليبيا ومكانه نحدد مكانه اللي هو باسم المدينه لو كان هذا مثلا الكتاب ماهوش منشور او ناشراته حتى حت له علاقه بالقانون الليبي لكن تم نشره خارج ليبيا علينا ان نذكر مكان نشر المدينه التي توجد فيها دار النشر واسم الدوله التي تم فيها النشر ناتي الى النقطه التي لها وهي اسم الناشر او دار النشر اسم الناشر او دار النشر الجهة التي قامت بنشر هذا الكتاب وهي الدار الوطنية للكتاب. هذا تم نشره في الدار الوطنية للكتاب. ثم ناتي الى الخطوة التي تليها وهي الطبعة. احيانا طبعة واحدة نكتب الطبعة الاولى. لمكتوب في حالة ما فيش تعدد للطبعات نكتب الطبعة الاولى اما اذا كان له تعدد في الطبعات فنجد فنجد الطبعات مدونة على رقم الطبعة مدون على الكتاب فلذلك نسجل الطبعة ثم ناتي الى تاريخ النشر فعندنا في في الكتاب هذا التاريخ نشرة تاريخ نشره لا يكتب عادة باليوم والشهر يكتب بالسنة عادة يكتب بالسنة ف... فالتاريخ نشر هذا الكتاب كان عام 1974 تم نشر هذا الكتاب طباعته ونشرة في عام 1974 ثم نأتي إلى رقم التصنيف طبعا هذا رقم التصنيف يكون موجود في المكتبة ما هوش على ما هوش مرتبط بأصل الكتاب رقم التصنيف يكون موجود على في المكتبة نفسها المكتبة اللي اطلعنا فيها نقولوا مثلا مكتبة جامعة افريقيا او مكتبة جامعة طرابلس او اي مكتبة اخرى للاطلاع رقم التصنيف هذا خاص بالمكتبة ما يكونش خاص ب... الكتاب أو عنوان أصل الكتاب أصل المرجع التصنيف هذا مربوط بين رابط ما بين مكتبة الإطلاع وبين الكتاب فنجد رقم هذا التصنيف رقم ثم نحدد في هامش جانبي اسم المكتبة التي التي اطلعت فيها على هذا الكتاب ووجدت فيها هذا الكتاب يعني رقم التصنيف هذا خاص بالمكتبه ويستحسن ان اذا كان اذا كان الطالب او الباحث حتى على عدد كبير من المكتبات حتى ي حتى لا يتيه يتيه بين تلك المكتبات مع رقم التصنيف يضيف عنوان المكتبة اسم المكتبة التي اطلع عليه أو إذا كان مكاتب محددة فيستطيع التمييز فيهم بينهم بالموضوع هذا بالنسبة للمثال الثاني المثال الأول نأتي إلى المثال الثاني المثال الثاني مثل المثال الأول يعني في نفس الفكرة المثال الثاني ناخذ اسم المؤلف دائما اسم المؤلف اسم المؤلف اللي هو مثلا الدكتور علي ضوي وعنوان الكتاب منهجيه البحث القانوني وهو الكتاب هذا هذا نشير المثال هذا نشير فيه لا الكتاب المقرر على في في موضوع هذه الدراسه لكن استعنا به حتى ان الطالب كيف يميز بينها بين بين ال... كيف يدون المراجع والتمييز ما بينه اسم المؤلف في المثال الثاني الدكتور علي ضوي عنوان الكتاب منهجية البحث القانوني مكان النشر طرابلس كان مكان النشر بنغازي طرابلس معناه في طرابلس ليبيا و نأتي إلى اسم النشر أو جهة النشر أو دار النشر في اسم النشر اللي هو جهة النشر آه تم نشره عن طريق جامعة طرابلس يعني نشر هذا الكتاب عن طريق جامعة طرابلس أول ما نشر وبعد ذلك بدأ في آه، آه، الطبعة طبعا هذا الكتاب له عدة طبعات تقريبا تصل حوالي الآن إلى ثمانية طبعات من هذا الكتاب كانت الطبعة الرابعة لو طلعنا مثلا على كتاب الطبعة الرابعة كانت في عام تاريخ نشرها 2008 لو جينا مثلا للطبعة الثانية كانت عام 1996 ولو لاحظنا الطبعة الطبعة الخامسة اللي هي عام 2013 فالطبعة مرتبطة بالتاريخ مرات تكون في طبعة أولى طبعة ثانية طبعة ثالثة، فتاريخ النشر هو اللي مرتبط بالطبعة، لأن تم كت... أول نسخة للكتاب لا نرتبط بتاريخها بل نرتبط بتاريخ الطبعة التي اطلعنا عليها، ثم ناتي إلى رقم التصنيف، ورقم التصنيف هذا عبارة عن اللي هو. الرابط ما بين الكتاب والمكتبة التي نطلع عليه فيها عندما نطلع على المكتبة ونجد فيها رقم تصنيف خاص بالمكتبة نقول مثلا اللي هو فيما يتعلق بالبحث أو في في التصنيف في المكتبة كان ثلاثة القانون كتب القانون صنفت على رقم ثلاثة وتم تصنيف الكتاب نفسه في داخل القانون على مية وربعة وربعين هذا فيما يتعلق اللي هو ب فيما يتعلق بالأمتلاء على تدوين المراجع ولا عندما تكون كتب نأتي إلى النقطة التي تليها وهي الرسائل الجامعية إذا كانت غير منشورة وإذا كانت منشورة عندنا نوعين من الرسائل الجامعية سواء كانت الماجستير أو أطروحة الدكتوراه، إذا كانت تم نشرها فهي تسجل بطريقة، وإذا كانت غير منشورة فهي تسجل بطريقة، إذا كانت الرسائل أو الرسالة أو الأطروحة غير غير منشورة لم يتم نشرها فتسجل عليها البيانات التالية: أولا اسم المؤلف ونحدده اللقب قبل الاسم مثل الكتاب ثم ناتي إلى عنوان الرسالة أو عنوان الأطروحة سواء كانت ثم ناتي إلى بيانها هل هي رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه أو كان بحث لنيل درجة الليسانس بحث تخرج لنيل درجة الليسانس ثم ناتي إلى الجامعة ثم في أي جامعة أو أي كلية موجود هذا البحث هذا البحث تمت موجود البحث هذا في أي جامعة هي اللي تم فيها تسجيل هذا البحث وفي أي كلية وبعد ذلك نسجل تاريخ المناقشة وعدد صفحاتها ثم رقمها رقم تصنيفها في المكتبة واسم المكتبة التي موجودة فيها هذا بالنسبة للرسائل التي غير منشورة رسائل سواء كانت رسائل ماجستير أو طروحات دكتوراه أو حتى بحوث تخرج غير منشورة لم يتم نشرها أما الرسائل الجامعية التي يتم نشرها وهي يا إما أن تكون رسالة ماجستير وإما أن تكون طروح دكتوراه هذه هي التي يتم نشرها أما البحوث التخرج فنادراً ما يتم نشرها الا قليلا من النادر. فيتم تسجيل الرسائل الجامعيه التي يتم نشرها سواء كانت تم بإذن الجامعه او بإذن صاحب الرساله فتسجل بياناتها كأنها كتاب. نفس بيانات الكتاب بإضافه شيء واحد وهي ذكر انها رساله ماجستير او طروح الدكتوراه واسم الجامعه في الكتاب لا توجد هذه بينما في الرسائل الجامعيه نضيف كل البيانات اللي موجوده عن الكتب نفسها باضافه اللي ان هي نوعها هي رساله ماجستير او طروح الدكتوراه وكذلك اسم الجامعه ان وجد في المنشورة. هذا في حالة هذا في حالة الرسائل الجامعية المنشورة التي نشرها تتعامل كمعاملة الكتب نأتي إلى النقطة التي تلينا وهي في حالة تعدد المؤلفين إذا كان هناك كتاب تم تأليفه من أكثر من باحث تأليفة أكثر من كاتب. ف... فيذكر إحدهما إحدهما الأول موجود حسب الكتاب إذا كان مجموعة من المؤلفين يذكر أول مؤلف ويضاف إليه وآخرون ليس يشترط كتابة جميع المؤلفين هذا إذا كان في تعدد من المؤلفين وإذا كان الكتاب لا يحمل اسم للمؤلف وله عنوان يعد العنوان عنوان الكتاب هو البيان الأول ويترتب على أساسه المرجع في قائمة المراجع قد يرجع سبب ذلك إلى خلو الكتاب من اسم المؤلف لأي أسباب كانت، فعند خلوه، عند خلو المرجع من اسم المؤلف، يكتب عنوان الكتاب، بدون اسم للمؤلف. لا والآن ناتي إلى أمثلة على تدوين الرسائل الجامعية واشترطنا شرطان أو لرسائل جامعية حالتان في حالة إذا كانت تم نشرها فيتم تسجيلها بنفس طريقة الكتب، أما إذا كانت لم تنشر مازالت لم يتم. تعتمدها أي دار نشر وتم نشرها ككتاب فلها طريقة معينة وتسجل فيها على النحو السابق ذكره فالآن نعرض آه مثالان المثال الأول على طروح دكتوراه لم يتم نشرها والثاني مثال الثاني على رسالة ماجستير لم يتم نشرها فالتركيز أولاً على المثال الأول ما هما النقاط التي يتم تدوينها في الرسائل الجامعيه التي لم يتم نشرها اولا اسم الباحث يطلق على اسم الباحث الاسم المؤلف الذي انشا او كتب هذه الرساله الجامعيه يسمى اسم الباحث بمعنى ما يعادل المؤلف في الكتاب. اسمه في المثال الاول اللي هو محمد كامل ياقوت. ثم ناتي الى عنوان الرساله. موضوع الرساله. عنوان الرساله في الرسائل الجميله اللي هو موضوع مو موضوع البحث. فعنوان الرساله في 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 هذه المثال وهو الشخصية الدولية، الشخصية الدولية في القانون الدولي، هذه عندما ندرس في القانون الدولي، هناك موضوع يسمى الشخصية الدولية في القانون الدولي، هذا عنوان الرسالة، يعني هذا البحث، هذه الرسالة الجمعية كانت تتناول هذا الموضوع، وهو الشخصية الدولية في القانون الدولي. كتبنا اسم الباحث ثم عنوان الرسالة ثم نأتي إلى بيان نوعها النقطة التي تليها وهي بيان نوعها شن نوعها هل هو مشروع تخرج لسانس هل هي رسالة ماجستير دكتوراه رسالة ماجستير أم أطروحة دكتوراه فعندنا في المثال هذا نوع الرسالة هذه اللي هي أطروحة دكتوراه نوع هذه الرساله هذه الجامعيه نوعها اطروحه دكتوراه طبعا ناتي الى بيان الكليه والجامعه الكليه والجامعه التي تم تقديم فيها ومناقشه هذه الـ هذه الـ هذه الاطروحه او هذه الرساله الجامعيه في هذه كانت في جامعه القاهره اسم الجامعة التي تم تقديم فيها هذه الرسالة اللي هي جامعة القاهرة، هذه كل البيانات هذه كلها موجودة أيضاً على غلاف، على غلاف الرسالة الجامعية، لذلك نسجل هذه البيانات حتى نستطيع الرجوع إليها. الجامعة وهي جامعة القاهرة. في, في في الكتب كنا نقول تاريخ النشر. في الحالة هذه هذه رسالة جامعية لم يتم نشرها نذكر تاريخ مناقشتها أم متى تم مناقشتها تم مناقشة هذه الرسالة في عام 1970 طبعا تم مناقشتها في جامعة القاهرة يعني هنا تاريخ المناقشة في الجامعة نفسها آه، ثم نذكر عدد صفحاته كم صفحة هذه آه، كم عدد صفحات الـ الـ هذه الرسالة هذه عدد الرسالة في المثال هذا حوالي 798 صفحة ثم نأتي إلى رقم التصنيف رقم التصنيف اللي هو عندنا يتكون عادة مرقمان أو ثلاثة أرقام حسب تصنيف اي مكتبة، كل مكتبة تحدد تصنيفها. عادة المتعارف عليه وهو رقمان. الرقم الاول للقسم. نقول مثلا هذا في القانون، قسم القانون. ثم تصنيف الرسالة. هذه الرسائل. اللي هي مثل هذه الرسائل. تسعة نقولوا رسائل القانون المتخصصة في قسم القانون. وسبعة وسبعين اللي هي تسلسلي الرسالة في في تلك المكتبة وليس في الجامعة هذا هذا يخص المكتبة التي وجدنا فيها هذه الرسالة ناتي إلى المثال الثاني المثال الثاني وهو بنفس الفكرة بنفس الفكرة طبعا اسم الباحث اسم الباحث في هذه الرسالة وهو اللي هو ما يعادل المؤلف في الكتاب وهي رسالة غير منشورة أيضا اللي هو اسم محمد أبو جناعة نأتي إلى عنوان الرسالة عنوان الرسالة عنوان الرسالة حرية المعتقد في الشريعة والقانون اسم البحث هذا متاع رسالة الجامعية هذه اسمها اللي هو عنوان الرسالة هذا اسمها اسم الموضوع اللي تم فيه البحث حرية المعتقد في الشريعة والقانون هذه كلها البيانات اللي تتسجل على الرسائل الجامعية الغير منشورة ثم نأتي إلى بيان نوعها في, في المثال السابق كانت أطروحة دكتوراه في هذا المثال اللي هي رسالة ماجستير هذا نوعها رسالة ماجستير ناتي إلى النقطة أو البند الذي يليه وهي الكلية والجامعة في هذا المثال اللي هو الكلية القانون وكانت جامعة المرجب. الكلية القانون والجامعة المرقب هذه في ليبيا ناتي إلى تاريخ المناقشة ما عندناش تاريخ نشر لانها رساله غير منشوره وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تاريخ النشر لان تاريخ النشر يوجد في الكتب والكتب هي اللي فيها تم فيها تاريخ النشر هذه رساله غير منشوره تاريخ المناقشه اللي هي عام 2009 ناتي الى عدد الصفحات هذه عدد الصفحات هذه موجوده غير التصنيف هذا أو البند هذا لا يوجد إلا فيما يتعلق بالرسائل الجامعية عدد الصفحات حوالي 375 صفحة نأتي إلى رقم التصنيف لو وجدنا في مكتبة رقم التصنيف نقول رسائل مصنفين الرسائل الجامعية بروحها والكتب بروحها في في هذه المكتبة رسائل وكانت على رقم 33 مثلا تمشي تخش لي مكتبة معينة تقفها في مثلا مكتبة جامعة المرج بتجي لي المكتبة تطلب هذا المرجع هذا المرجع يقول لك هذا في كتب ولا في رسائل آه يقول في رسائل معنى هذا الكتب هذا المثال او هذا المرجع موجود في الرسائل ورقم التسلسل بتاعه اللي هي 33 هذا فيما يتعلق بالامثله حول تدوين الرسائل الجامعية كما راجع والرسائل التي لم يتم نشرها والآن نأتي إلى تدوين النصوص التشريعية وأحكام القضاء هذا النوع من المراجع له أهمية كبيرة بالنسبة للباحث القانوني والباحثين القانونيين يعتمدون في بحوثهم كثيراً على النصوص التشريعية لأنها تثبت الآراء القانونية وتثبت حلول للإشكاليات القانونية وأحكام القضاء أيضاً لها دور كبير لما تمثله هو تطبيق للقواعد القانونية. فإن النصوص التشريعية يجب أن يفرض لها الباحث القانوني قائمة مستقلة عن غيرها من المراجع، أو مجموعة منفصلة من البطاقات إذا كان استخدم طريقة البطاقات، وعدم دمجها مع المراجع الأخرى، ولذلك يجب أن تكون هناك قوائم خاصة للنصوص التشريعية، وأخرى لأحكام القضاء، أو مجموعة بطاقات متخصصة للنصوص التشريعية، ومجموعة بطاقات أخرى لأحكام القضاء، فهذه لها أهمية كبيرة بالنسبة للباحث القانوني وللبحث القانوني، لأنه يحتاج جزء كبير من البحث القانوني أن يتناول النصوص التشريعية على مختلف أنواعها. ناتي أولا لترتيب قائمة النصوص التشريعية. طبعا ترتب هذه حسب النوع العمل التشريعي وحسب النوع القاعدة القانونية. فالقواعد القانونية ليس هي بدرجة واحدة. لذلك ترتب أولا النصوص الدستورية. ثم ناتي بعد ذلك الى القوانين التشريعيه العاديه ثم ناتي بعد ذلك الى اللوائح التنظيميه ثم ناتي الى القرارات والاعمال القانونيه اقل منها درجه فهذا عمليه ترتيب النصوص القانونيه فماذا يكون داخل القائمة من معلومات حول أي نص تشريعي مهما كانت نوعه الأول أن نبين نوع هذا العمل التشريعي نبين هذا نوع العمل التشريعي هل هو هو نص دستوري أو قانون أو قرار أو هو لائحة ثم نسجل رقم هذا هذا العمل التشريعي وهذا النص التشريعي، رقم القانون أو رقم القرار أو رقم اللائحة، ثم موضوعه، موضوع هذا النص التشريعي، أي موضوع يتناوله هذا النص التشريعي، ثم ناتي إلى تاريخ صدور هذا العمل التشريعي، تاريخ صدور هذا القانون. تاريخ صدور هذا القرار، ثم ناتي إلى المطبوعة التي تم طباعته فيه، فنأخذ مثلا القوانين يتم إصدارها من خلال الجريدة الرسمية، فنبين هذه المطبوعة، إذا كانت القانون، وإذا كان جريدة رسمية، علينا أن نبين رقم الجريدة الرسمية وتاريخها. ورقم الصفحة التي صدر فيها القانون هذا في حالة تم نشرها إذا كانت هذا النص التشريعي مشروع ولكن إذا كان غير مشروع مثلا قرار أن نشير إليه فقط أين وجدنا هذا القرار أو في في أي إصدار موجود هذا القرار أو أو كان في مصدر آخر مثلا في دوريه تم الاشاره اليه، او ان هو او كانت لدينا صوره اصلا من القرار الموجود، هذا بالنسبه لترتيب النصوص التشريعيه، بعد الترتيب نوع العمل ناتي الى تسجيل المعلومات على كل نوع من الاعمال التشريعيه. آه آه مثال مثلا نقول ناخذ آه القانون رقم آه رقم تسعة وتسعين لسنة ألف وربعة وسبعين وتعديلاته المنشور في الجريدة الرسمية آه تسعة وستين في سنة ألف وسبعة وربعين. أيضا مثلا ناخذ القا... القانون آه قانون رقم أربعة هذا رقم قانون نوع قانون ورقم أربعة ولسنة كم؟ لسنة 1978 ميلادية ويتعلق موضوعه اللي هو بأحكام الملكية العقارية وهذا وين موجود؟ موجود في الجريدة الرسمية على العدد سبعة في سنة 1978 هذا مثال على النصوص التشريعية عندما يكون مثلا قانون وأيضا حتى بعض من القرارات الوزارية وغيرها من مجلس الوزراء أو من أي وزير آخر كان يتعلق ب له علاقة بموضوع البحث والان ناتي الى الامثله على تدوين النصوص التشريعيه فالنصوص التشريعيه سواء كانت نصوص دستوريه او نصوص قانونيه قانون او لوائح تنفيذيه او قرارات جماعيه او قرارات فرديه فجميع هذه التصنيفات وهي تسمى نصوص تشريعيه، فمثلما تم عرض كيف نسجل النصوص القانونيه، كيف ندون النصوص القانونيه، فالان ناخذ امثله على ذلك بالصوره والشرح ف في النصوص التشريعية عندنا مجموعة من النقاط وهي التي يجب تسجيلها. أول نقطة وهي نوع العمل التشريعي. نوع النص التشريعي هذا نص دستوري قانون عادي لائحة تنفيذية قرار. ثم موضوع موضوع العمل التشريعي. ثم تاريخ صدوره. تاريخ الصدور مرتبط بالعمل ثم نأتي إلى هل القرار هذا تم نشره أو ما تمش نشره النص التشريعي هذا تم نشره الجهة التي تنشر في النصوص التشريعية في ليبيا هي الجريدة الرسمية نأتي إلى الجريدة الرسمية ثم رقمها وتاريخها أو العدد عددها ناخذ المثال الاول المثال الاول نوع العمل التشريعي قانون نوع العمل التشريعي قانون عندنا قانون طالب يبحث في موضوع الملكيه يبحث في قانون الملكيه الموضوع النص القانوني اللي يستعان به في 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 قانون اللي هو التسجيل العقاري موضوع يعني الموضوع بشان شنو القانون هذا هذه مرتبطه عاده بالقانون القانون بشان مثلا التسجيل العقاري بشان حق الملكيه بشان تقارير مواضيع معينه تنظيم اي موضوع لان القانون هو عباره عن قاعده قانونيه تقوم بالتنظيم فموضوعه في هذا القانون الذي استعان به مثال استعان به كيف يتم تسجيله نسجلوه نوعا قانون ثم موضوعه هو في هذا القانون في هذا المثال ليس دائما هو التسجيل العقاري ثم ناتي الى تاريخ صدوره هذا التاريخ هذا العمل التشريعي اللي هو كان صادر قديما في عهد المملكه صدر هذا في 28/9 عام 1965 هذا اللي هو يقرر أحكام التسجيل العقاري في تلك الفترة. متى الجريدة الرسمية التي وجد فيها الباحث الجريدة الرسمية التي وجد فيها الباحث هذا القانون لأن الجريدة الرسمية يصدر فيها عدد من القوانين يعني في كل فترة المجلس السلطة التشريعية لما عندها تصدر مجموعة من القوانين تنشر يتم نشرها بواسطة اللي هي الجريدة الرسمية في ليبيا فناتي مثلا في هذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية اللي كان عددها 14 يعني في التسلسل الجريدة الرسمية لها أعداد متسلسلة كانت وبعدها تم تصنيفها بطريقه اخرى اللي هي بالسنه والعدد ناتي الى الجريده الرسميه هي العدد 14 العدد 14 هذا صادر كم؟ عام ألف وخمسه عام ألف وخمسه العدد هذا صدر بعد تاريخ صدور القارة طبعا وكان القانون هذا القانون اللي يمتفع يتعلق بالسجل العقاري كان في الصفحه 18 او النص اللي من ال او الماده اللي اخذناها من القانون هذا اللي كانت موجوده في الصفحه 18 هذا في حاله يشير الى نوع العمل العمل التشريعي والنص التشريعي اللي هو قانون في هذا المثال ناتي الى المثال الثاني المثال الثاني وهو نوع العمل التشريعي لائحة تنفيذية في الأول كان قانون الآن أخذنا لا مثال آخر اللي هو لائحة تنفيذية نوع العمل التشريعي لائحة تنفيذية اللوائح التنظيمية موضوعة اللائحة التنفيذية هذه كانت تخص القانون رقم أربعة سنة عام 1978 اللائحة هذه ما تخصش موضوع معين لا هذه تخص قانون قانون رقم أربعة اللائحة التنفيذية هذه خاصة بالقانون رقم أربعة لأن هنا اللائحة التنفيذية اللوائح التنفيذية أحيانا لائحة تصدر لائحة تنفيذية مباشرة أو أحيانا بناء على قانون هذه صدرت بناء على قانون يعني لتنظيم العمل بقانون هذه بالنسبة لهذا الموضوع موضوع الموضوع اللائحة التنفيذية هذه في المثال هذا اللي هو بشان القانون رقم أربعة لسنة 1978 يعني هي عبارة عن هي ليس إصدار تشريع جديد بل إن هي لائحة بشان تنفيذ القانون رقم أربعة وفي الحالة هذه ما نكتبوش موضوع القانون رقم أربعة لا لأن موضوع اللائحة ما هوش مو موضوع اللائحة هو موضوعها القانون وليس موضوعها موضوع القانون لا موضوعها القانون لأن هي مختصة بالقانون هي تنظم كيفية عمل هذا القانون ثم نأتي إلى تاريخ صدوره تاريخ صدور العمل التشريعي هذا تاريخ صدوره هذه صادرة عام يوم واحد تسعة عام ألف وتسعمية وتسعة وسبعين هذه الصدر يوم واحد تسعة عام ألف وتسعمية وتسعة وسبعين هذا تاريخ صدور هذه اللائحة تم نشرها وين النصوص التشريعية عادة تنشر اللي تم نشرها عن طريق الجريدة الرسمية اللي هي في ليبيا تم نشرها في الجريدة الرسمية كان العدد كانت في العدد طلطة 33 الجريدة الرسمية اللايحة هذه التنفيذية كانت صادرة في العدد 33 موجودة في الجريدة الرسمية 33 وتاريخ صدور الجريدة الرسمية هذه عام 1979 عام وسبعين هؤلاء مثالان على نصوص تشريعية كيف يتم تدوينها في قائمة المراجع الموجودة وهي قائمة مستقلة طبعا عن الكتب هذا ما مطلوب تسجيله على نوع التشريع أو نص التشريع اللي يستعين به الباحث فيما يتعلق ببحثه إلى الخطوة التي تليها وهي الأحكام القضائية وهي أيضا لها دور كبير في إطراء البحوث القانونية ورفع منها من قيمة هذه البحوث بإضافة الأحكام القضائية سواء كانت هذه الأحكام القضية في المحاكم الداخلية أو حتى في الأحكام القضائية الدولية. وتدون الأحكام القضية باسم المحكمة. حيث المحكمة، اسم المحكمة ودرجتها. مثلا نقول اسم المحكمة المحكمة العليا أو المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئناف مسجل أيضا اسم أول المعلومات التي ندونها عن الحكم القضائي اسم المحكمة مثلا المحكمة العليا في ليبيا المحكمة العليا في مصر محكمة القضاء الإداري في مصر ونأتي إلى نوع الاختصاص وهو نوع الاختصاص فيما يتعلق بدائرة الاختصاص إذا كانت في 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 المحكمة العليا هل هو قضاء دستوري أم قضاء إداري أم قضاء مدني. أيضا في محاكم الاستئناف إذا كان في دوائر القضاء الإداري، إذا كانت في القضاء في دوائر القضاء العمالي أو في في الجنائي. ثم نأتي إلى تاريخ الجلسة. تاريخ الجلسة. وهي عادة ما تسجل بتاريخ تاريخ الحكم تاريخ الجلسه وهو تاريخ النطق بالحكم ايضا اذا كانت الحكم القضائي تم طباعته تم نشره نورد المطبوعه التي أورد تم ورود هذا الحكم فيها وعدد هذه المطبوعه وهذه الدوريه وسنتها ورقم الصفحه ان كان الحكم منشورا مثلا في احكام في احكام المحكمه العليا يتم نشرها مثل عندنا مثال مثلا في المحكمه العليا في النقد الجنائي المحكمه العليا اللي هي في ليبيا والنقد الجنائي يعني دائره الدائره الجنائيه وتاريخ الحكم اللي هو 31/12 عام 1966 وهذا الحكم في دائره القضاء الجنائي نشر في مجله المحكمه العليا في السنة الثالثة العدد الرابع وصفحة 17 هذا فيما يتعلق بحكم منشور إذا كان حكم غير منشور مثلا عندنا حكم في محكمة استئناف مصراتة في الدائرة الإدارية كان الحكم فيه بتاريخ 20 واحد عام 1981 وهو هذا حكم غير منشور ايضا مثلا اذا كان منشور مثلا عندنا في محكمه استئناف بنغازي عندنا حكم مدني تم نشره في في مجله المحامي نجيب المجله رقم المجله وتاريخ المجله والصفحه والعدد مجله المحامي فهذه الاحكام يتم نشرها بهذه الطريقه تدوينها في في قائمه او في بطاقات نفس ما تم في النصوص التشريعية إلى حين الاحت... الاستناد إليها والرجوع إليها أثناء كتابة البحث فيسهل على الباحث الرجوع للحكم حتى لا يعود يبحث على الم... الجريدة الرسمية أو... أو مجلة المحكم العليا ولم ويت... يتذكر أي رقم لا يرج... يدونها ويرجع إليها وهو منطوق الحكم ثم يش... يرجع إلى البيانات، فيرجع إلى نص منطوق الحكم الذي يؤيد رأيه في هذا البحث في ذات مسألة قانونية. هذا بالنسبة لتوطيق أو تسجيل تدوين البيانات فيما يتعلق بالمراجع ذات الأحكام القضائية أو النصوص التشريعية. والآن نعرض أمثلة على تدوين الأحكام القضائية في أعداد قائمة المراجع مثل ما ذكرنا في السابق فيما يتعلق بكيفية تدوين الأحكام القضائية الآن نعرض أمثلة على تدوين هذه الأحكام عند نوعين من الامثله المثال الاول تم نشره والمثال الثاني لم يتم نشره بالنسبه للاحكام القضائيه الاثنين يتم تسجيلهم بنفس الطريقه لا اختلاف على النشر الا باضافه جهه النشر او تاريخ النشر ناتي في المثال الاول وهو حكم من أحكام المحكمة العليا بليبيا وطرقنا على المثالين لليبيا المثال الأول ناتي فيه إلى اسم المحكمة ودرجتها اسم المحكمة ودرجتها لما نقول المحكمة العليا ليبيا المحكمة يعني المحكمة عندنا محكمة واحدة في ليبيا هي المحكمة العليا المحكمة العليا ما عندناش فيها درجات هي المح... هي أعلى درجة في القضاء الليبي المحكمة العليا ليبيا المحكمة العليا ليبيا هذا الاسم المحكمة ودرجتها لو كانت مش المحكمة العليا حنقول درجتها لكن المحكمة لما قلنا المحكمة العليا خلاص هي محكمة واحدة في ليبيا ودرجتها هي اعلى درجات التقاضي في ليبيا ناتي إلى نوع الاختصاص نوع الاختصاص اللي هو يخص الحكم وليس يخص المحكمة نوع الاختصاص يخص الحكم يعني الحكم في أي دائرة من الدوائر لأن يعني المحكمة ليس هي دائرة واحدة ليس دائرة واحدة إلا كانت في المحاكم النائية قديما ولكن الآن أصل المحاكم الموجودة خاصة في المحكمة العليا لها دوائر في هذا الحكم في مثال استخدمناه مثال كانت نوع اختصاصها في النقد الجنائي عندنا في الدوائر القضاء الاداري عندنا فيها دوائر القضاء الدستوري هذا في المحكمه العليا دوائر نات في هذا المثال نوع الاختصاص خدينا كان هذا الحكم اللي سجلناه مثالا كان في النقض الجنائي في المحكمه العليا في دائره النقض الجنائي نوع الاختصاص تاريخ الجلسه اللي هي عاده انه يسجل فيها بتاريخ جلسه الحكم لتم فيها النطق الحكم اللي هي كانت في المثال هذا كان عام ألف كانت في عام ألف كانت في يوم واحد وثلاثين هذا تم النطق بالحكم واحد في شهر يوم واحد في شهر اتناش عام ألف هذا عادة تاريخ الجلسة اللي هو او تاريخ النطق بالحكم فيذكر باليوم والشهر والسنة هذا بالنسبة لتاريخ الحكم يذكر باليوم والشهر والسنة بعكس المراجعة الأخرى اللي يذكر فيها تاريخ السنة فقط ثم نأتي إلى جهة النشر إذا كان الحكم منشور وإذا كان الحكم غير منشور لا نذكر أنه منشور نأتي إلى جهة النشر جهه النشر وهي مجله المحكمه العليا يعني عندنا المحكمه العليا في ليبيا تصدر مجله تصدر فيها الاحكام وهي مجله تسمى مجله المحكمه العليا جهه النشر ايضا نضيف فيها اللي هو الارقام اللي تميز هذه المجله وهي كانت في السنه الثالثه والعدد الرابع في السنة الثالثة السنة القضائية الثالثة والعدد الرابع هذه كانت السنوات القضائية مجلة المحكمة العليا عن طريق السنوات تسجل في المجلة بالسنوات القضائية تتسلسل بالسنوات القضائية والأعداد اللي تصدر فيها في السنة القضائية هذا بالنسبة في المثال الأول وهو فيما يتعلق بالأحكام المنشورة. ناتي المثال الثاني اذا كان الحكم غير منشور ناتي الى اسم المحكمه ودرجتها عاده تذكر المحكمه بدرجتها باسمها بدرجتها محكمه استئناف بنغازي يعني هي محكمه المحكمه موجوده في بنغازي ودرجتها الاستئناف محكمه استئناف بنغازي هذا اسم المحكمة ودرجتها. ناتي إلى نوع الاختصاص، يعني هذا الحكم اللي استعنا به في هذا البحث في أي دائرة من أي اختصاص كان من الدائرة الإدارية، دوائر القضاء الإداري في محاكم استئناف، يعني كان في دائرة إدارية في محكمة استئناف بنغازي. ثم ناتي إلى تاريخ الجلسة وهو تاريخ الحكم. الحكم هذا اللي استعنا به استخدمناه في مثالنا. في هذا المثال وهو استعنا به في بحث كان تاريخ النطق بالحكم اللي هو يسمى تاريخ الجلسة كان يوم عشرين بالتاريخ والشهر والسنة اليوم عشرين في الشهر واحد في عام الف هذا تم هذا فيما يتعلق بتاريخ الحكم أو تاريخ هذا الحكم تاريخ اللي هو جلسة النطق بالحكم ناتئ الى جهه النشر هذا حكم غير منشور استعان به الباحث عن طريق استدل به من عن طريق اطلاعه على الاحكام محاكم الاستئناف اطلع على حكم والحكم هذا يستعين به فيما يتعلق ب بحثه لكن هذا الحكم غير منشور موجود في ارشيف المحكمه ولكن غير منشور لذلك نكتب ان جهه النشر غير منشور هذا فيما يتعلق بكيف نسجل او ندون الاحكام القضائيه في المراجع فيما يتعلق بالاحكام القضائيه أثناء اعداد قوائم المراجع